اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي وايه اللي اتكتب على النادي في السوشيال ميديا، وبالتحديد نبتدي بالحساب الرسمي لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، واللي بيشكر الجمهور على دعمهم في المباراه، سواء الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد او حتى الجماهير اللي تابعت المباراه من البيوت. وكمان بيقول شكرا لفريقي وكل اعضاء الجهاز الفني، من الان تركيز كامل على المباراه القادمه. يعني دي او ده تعليق من مارسيل كولر بعد مباراه اللي امس. انا عاجبني جدا شخصيه الراجل بصراحه، مش كتير الكلام يعني، مش كل شويه كاتب تعليق ولا حاجه لما الامر بيستدعي بس يعني، فدي حاجه مناسبه جدا يعني اسلوب النادي الاهلي. طيب خلينا كمان نروح لحساب دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه على تويتر، واللي بيتكلموا عن النادي الاهلي وبيقولوا ان الفريق المصري يتاهل الى دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا للمره الثامنه على التوالي، رقم مش غريب عن النادي الاهلي يعني، نادي قرن في افريقيا ومعتاد او متمرس بشكل كبير جدا في البطولات الافريقيه. يلا كوره وحسابهم على تويتر، وبيقولوا ان الاهلي سيكون في التصنيف الاول لقرعه مجموعات دوري ابطال افريقيا، والزمالك في التصنيف الثاني. في كل الاحوال الزمالك في التصنيف الثاني حتى لو لم يوفق الوداد في الفوز والتاهل، لان الوداد لو خرج وحصلت مفاجاه يعني هو بطل البطوله هيبقى على حسابه فريق سان داونز في التصنيف الاول وليس نادي الزمالك. فبالتالي من الوارد جدا، من الوارد حسب القرعه يعني، ان الاهلي والزمالك يقعوا في مجموعه واحده، والقرعه في الغالب هتكون في الشهر المقبل، لسه ما تحددلاش موعد نهائي. لكن في كل الأحوال الأهلي متواجد في التصنيف الأول والزمالك في التصنيف الثاني، رغم أن الزمالك بطل الدوري السنة اللي فاتت. طيب خلينا نروح لسبورت 360 وحسابهم على تويتر. أرقام حمدي فتحي في مباراة الاتحاد المنستيري، متألق ما شاء الله عليه حمدي فتحي وعقلية احترافية ممتازة. قال لك إيه؟ سجل هدفين، استخلص الكرة 20 مرة، التسديدات 3 مرات، نسبة 89%، ودي نسبة كبيرة قوي في دقة التمرير، و100% التمريرات أو دقة التمريرات الطويلة لحمدي فتحي، واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي وأبرز لاعب وأفضل لاعب كمركز 6 في مصر في الحقيقة، حتى لو قارنت بأي حد بأي حد واحد مركز 6 بيجيده بشكل كويس جدا. استغربت ان في بعض يعني الناس اللي لعبوا كره قبل كده قال لك ما بيعرفش يباصي تحت ضغط، مش عارف يعني، عمري شفتها من حمدي فتحي بصراحه يعني، ممكن كره او اتنين بس ده طبيعي. لكن في كل الاحوال لعيب مهم قوي، بيقدر كمان يكمل وبيلعب بدماغه بشكل ممتاز، فما شاء الله عليه. ان شاء الله نتمنى له الاستمراريه وربنا يحميه من الاصابات هو وزملائه. طيب تعالوا نروح لخبر اخر، والوطن الرياضي وحسام على فيسبوك بيتكلموا على ان كولر يبدا مشوار الاهلي المحلي بثلاث مباريات قويه. طبعا مباريات قويه للغايه، الاسماعيلي ده ماتش يعني مش سهل خالص طبعا، مباراه تاريخيه ومواجهات دايما بتبقى منتهى النديه والاثاره، وفي نفس الوقت بعديها ماتش اسوان، ماتش صعب جدا جدا، وبعدين هتلاعب الزمالك في السوبر. انا بشوف ان المرحله دي من اهم مراحل الاهلي خصوصا في الموسم يعني، خصوصا ان هي في البدايه، في بدايه الموسم، فان انت تبتدي بدايه قويه زي دي من خلال نتائج ومن خلال كمان حجم المنافسات، فمهم قوي ان انت تكون ان شاء الله الاهلي هيكون قد البدايه، بس ان شاء الله ان انت تحقق اهدافك منها من خلال الفوز. ثلاث ماتشات جايين مهم قوي ان انت تكسب فيهم ان شاء الله عشان تديك دفعه ما بعدها دفعه يعني لهذا الموسم. نروح لخبر اخر، وده خبر طبعا اللي علقنا عليه، وكوره بلس هنا بيتكلموا على جانب اخر بيتعلق بالصحافه في جنوب افريقيا، وبيقولوا ان في تقرير قالت التفاصيل الماليه لعقد بيرسي تاو مع النادي الاهلي، وبالتحديد هناك موقع سبورتس بريف قال ان بيرسي تاو يحصل على راتب شهري يقدر ب 1.5 مليون او 1.5 مليون راند، ما يعادل تقريبا 82,000 دولار شهريا. والتقرير ده اشار الى ان بيرسي تاو يعد اعلى لاعب يحصل على اجرا من اللاعبين في جنوب افريقيا، ويبلغ اجمالي ثروته الحاليه 3 مليون دولار ما شاء الله، اي بالعمله المحليه 55 مليون راند جنوب افريقي. لذلك يعتبر لاعب الاهلي احد اهم لاعبي كره القدم في بلده، والله مش في بلده بس، ده في مصر وفي افريقيا. وانا عندي ثقه كبيره قوي في بيرسي تاو بصراحه يعني، انا من الناس اللي مقتنعه قناعه تامه ببيرسي تاو، ان شاء الله يكون جاهز فنيا وبدنيا ويضيف الاضافه المرجوه منه طبقا لامكانياته الكبيره مع النادي الاهلي في الموسم الجديد. طيب
تعال نروح لكوره 11 وحسابهم على تويتر. في اول مواجهه لكولر وفيريرا وجها لوجه، 9 غيابات تهدد الاهلي والزمالك في قمه السوبر المصري. انا احب قوي التقرير اللي زي دي بصراحه. يعني قال لك ايه؟ قال لك في بعض الغيابات اللي مؤكد ان هم مش هيكونوا موجودين. رقم واحد نبيل عماد دونجا اللي هو لاعب نادي الزمالك الجديد القادم من بيراميدز، وخصوصا ان هو اجرى جراحه الغضروف فده مؤكد مش هيكون موجود. كمان عمار حمدي اللي لسه ما جهزش بعد يعني تعافيه من اصابه الرباط الصليبي فايضا مؤكد مش هيكون موجود. هنا بيقولوا ربما يغيب محمود كهربا عن هذه المواجهه، خلينا ننتظر ونشوف، لسه المباراه يوم 28. اما بخصوص سداسي المنتخب الاولمبي، وانا بعتقد ان هنا هيكون في مشكله بالتحديد في الجزئيه اللي زي دي. المنتخب الاولمبي عنده مباريات في تصفيات امم افريقيا تمام تحت 23 سنه، امتى؟ يوم 23 ويوم 28 ماتشين. ففي سداسي 3 في الزمالك و3 في الاهلي مهددين بالغياب عن مباراه القمه. مين بقى هم؟ تعالى كده، في نادي الزمالك الثلاثه اللي هيغيبوا حسام عبد المجيد، ده ركيزه اساسيه في دفاع نادي الزمالك. هل الناس يعني هيعلقوا على حاجه زي كده ولا لا؟ برضو خلينا نشوف. محمد طارق برضو موجود، وسيد عبد الله نيمار اللي هو برضو من احد ابرز لاعبي نادي الزمالك، كلهم اكيد ضمن حسابات ميكالي المدرب بتاع منتخبنا الاولمبي. في المقابل في النادي الاهلي عنده مصطفى سعد القادم والوافد الجديد من سيراميكا، وعنده محمد اشرف احد اللاعبين اللي اكيد بيكونوا بدلاء لعلي معلول، ومحمد مغربي في خط الدفاع. هل هيبقى في تنسيق ما بين الاهلي والزمالك مع المنتخب الاولمبي، او الناديين هيوافقوا عن ان السداسي يكونوا موجودين مع المنتخب الاولمبي؟ خلينا ننتظر ونشوف. بس اعتقد ان الموضوع ده يعني هياخد كلام كتير خلال الفتره اللي جايه. ده بخصوص التسع لاعبين المهددين بالغياب عن مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. طيب خلينا نروح لخبر اخر واخير بالتحديد في ترند الاهلي ورسالة أوجستي بوش مدير الفني لسلة الأهلي بعد الهزيمة بالأمس يعني قدام فريق الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية اللي كان حامل لقبها النادي الأهلي. والأهلي يمكن في الحقيقة أدى بطولة أكثر من رائعة هناك في الكويت في ظل تواجد غفير جدا لجماهير النادي الأهلي ومساهمات من رجال الأعمال اللي لازم نوجه لهم كل التحية والتقدير في شراء عدد كبير من تذاكر النادي الأهلي وتوزيعها على الجماهير بعد زيادة سعرها لحوالي 20 درهم، يعني ما يقارب من 1200 جنيه مصري أو 20 دينار، أنا آسف، دينار ولا درهم؟ دينار تقريبا. المهم في كل الدينار في كل الاحوال الاهلي ما كانش موفق في المباراه دي، اضعنا الفوز، لكن في نفس الوقت كان يعني في تحامل تحكيمي بشكل صعب جدا في الحقيقه وملحوظ، لكن مش نهايه المشوار. عندنا ثقه كبيره جدا في التطور اللي حصل لفرقه السله في النادي الاهلي، في المدرب الكوتش المميز جدا جدا أوجستي بوش، وايضا في التدعيمات اللي جت ابرزها طبعا والتر هودج اللاعب المميز جدا والمحترف في صفوف النادي الاهلي بخلاف العناصر الموجوده. ودي او المباراه دي درس بالنسبه للفرقه اللي تبقى مرشحه بكل تاكيد لكل البطولات اللي هتنافس عليها في الموسم الجديد. اتمنى كمان فرقه اليد تكون على نفس غرار فريق كره السله، وبالتحديد بعد التعاقد مع ديفيد ديفيز المدرب الاسباني الشهير ان شاء الله هيكون اضافه لفرقه كره اليد. واكيد رساله كانت مهمه كمان من أوجستي بوش اللي قال هنعود اقوى باذن الله، وبكل تاكيد ان شاء الله يكونوا موفقين. فاصل ولا ايه؟ فاصل، هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل بعض الاخبار المحليه. استنوا.